بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمين، سيدات والسادة الوزراء الحضور الكريم، أشكركم على جميع التدخلات اللي جاوا بها السيدات والسادة النواب، لا اللي كيساندوا الحكومة وكيشوفوا العمل ديالها الإيجابي، ولا كذلك يعني النقد البناء ديال المعارضة. أولا خصني نرفع بعض المسائل اللي هي مغالطات اللي خصها تكون ما تكون شايف يعني عند الأوبينيون بيبليك. أنه أولا ماشي 3 شهور ديال الوقوف، هذه 33 يوم ديال الإضرابات، في 33 يوم غادي تزاد أسبوع، والباقي راه تعمل عليه برنامج، وبأنه لي زور سيبليمونتير اللي كانوا كيكونوا 2 سوايع في الأسبوع غادي نرفعوا، غادي نحيدوا عليهم البلافورمون باش الأساتذة نتعاونوا معاهم إن شاء الله لرفعي ولغة تخباج ديال هادشي اللي فات.